يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟ نعم، ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن؟ وما حكم رفع اليدين عند ذلك؟ عند ختم القرآن نعم مشروع الدعاء، عند ختم القرآن كان الصحابة يفعلونه ويجتمعون عليه عند ختم القرآن. أما الدعاء بعد كل قراءة فلا أعرف له أصلا، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويستعيذ عند آية الرحمة، عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة. نعم.